اللعيب رح يكون واقف على البيز لاين على الستارت لاين، بس مع خط الصفيره بيطلع دريب على بوزيشن 1، بده يعطي باس لتفوت بقلب السيركل، عنده 3 اتمبتس. لما تزبط الباس بيروح فور لاي اب، اذا حطها جوا بكفي دريب، اذا حطها برا لازم يضله اندر ذا باسكت عم بحط. بعدين بيروح دريب بتوين ذا كونز، اكيد بده يلف ورا الكونز، واذا فلتت الطابه من ايده فيه يرجع ياخذها ويكفي دريب، المهم يلف ورا الكون. بعدين بيوصل على قبل الفري ثرو لاين، بياخد 2 بوينت شوت، حتى جوا رح يطلع له 2 بوينتس، حتى برا لازم يرجع يجيب الريباوند ويحطها من تحت الباسكت، بس ما بيطلع له ولا بوينت. بعدين بيروح دريب على 3 بوينت لاين، بياخد 3 بوينت شوتس، حتى جوا بياخد 3 بوينت، حتى برا بده يرجع يجيب الريباوند ويحطها جوا، بس هو ما بيطلع له ولا بوينت. وبس يخلص بده يحطها بقلب السيركل، هون بنطلع صفيره الحكم، وهون بيكون خلص الوقت.